اتهمت جبهة الخلاص الوطني الرئيس سعيد بالتحريض ضد المعارضة في البلاد، وقالت إنه يوجه اتهامات وافتراءات ضد قادة المعارضة لتشويههم شعبيا. كما وانتقدت الجبهة الضغوط المتواصلة للرئيس على القضاء واعتبرتها محاولة للسيطرة على السلطة القضائية. في سياق آخر، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بالدور الذي تمارسه السلطة التنفيذية بحق وسائل الإعلام في محاولة إرهاب الصحفيين وقمع حرية التعبير حسب تعبيرها. معي عضو جبهة الخلاص سيد محمد الجوماني من تونس. أستاذ محمد، أهلا بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. على ماذا تعتمد جبهتكم في اتهاماتها للرئيس قيس سعيد بأنه يحرض ضد المعارضة؟ مساء الخير، تحية لك ولكافة مشاهدي قناة الحوار. السيد قيس سعيد بمناسبة عيد الشجرة في تونس ومن جبل بوقرنين المشهور أطلق نعوتا وأوصافا واتهامات ضد المعارضة، المناسبة وطنية بيئية لم يتحدث فيها على أي شيء من هذا القبيل، وتحدث عن دائما بضمير المجهول. هم اتهمهم بالتجارة في المخدرات والتجارة انشأنا في الممنوعات والعمل مع الاستخبارات، وقال بأن بعضهم يحرض على الرئيس ويدعو حتى إلى الانقلاب عليه، وكيل من الاتهامات غير المسبوقة بالطبع. هل عرض الرئيس على الشعب التونسي أي أدلة على هذه الاتهامات الخطيرة؟ السيد قيس سعيد لا في هذه المناسبة ولا في غيرها لا يقدم أي أدلة ولا يسمي الأسماء بأسمائها كما يقال، يلقي الكلام على عواهنه، وهذا خطاب تعوده التونسيون ولم يعد في الحقيقة يثير انتباها كبيرا. السيد قيس سعيد خلافا لكل قادة الدول يعني يعتبر مواطنيه أعداء له، مرة يرفع في وجههم اللآت الثلاثة التي رفعها العرب ضد العدو الإسرائيلي، ومرة ينعتهم بأوصاف حيوانية وترذيلية، والمرة الأخيرة يعني كان واضحا في اتهامهم بالعمالة وفي تخوينهم وفي أنهم. طيب، أنت أشرت أنه لا تأثير لدى الشارع التونسي من جراء هذا التحريض، هل أنت متأكد؟ يعني هل فعلا لا تخشون أن يؤدي ذلك إلى أن يتبنى بعض الشباب مثلا يصدق الرئيس في هذه الشيطنة التي يقوم بها بتحريضه ضد المعارضة، ويمكن أن يعتدوا على قيادات المعارضة؟ قصدت بأنه لا تأثير، نعم لا تأثير بمعنى لا مصداقية لها عند الشعب لكثرة تكررها دون أدلة، ولكن صداها عند أنصار الرئيس كبير. خطاب العنف الذي يعتمده السيد قيس سعيد أصبح متداولا بين أنصاره، وصفحات الفضاءات يعني الإعلام الافتراضي مليئة بالتهديدات وبالتهم وب انشأنا حتى النيل من الأشخاص ومن الأعراض، وبعض ربما الشخصيات باتت تلجأ حتى إلى غلق باب التعليق لبذاءة العبارات المستعملة، خطاب الكراهية والعنف. طيب، حين أكيد قيس سعيد لديه أهداف من وراء هذا التحريض، ولكن ألا تتغير هذه الأهداف الآن؟ ونظريا يعني الأمر استتب له وبانتظار فقط الاستحقاق الأخير وهو البرلمان، لماذا يستمر إذن بهذا التحريض؟ الرئيس بعد أن هدم كل مؤسسات الجمهورية التي بنيت في العشرية الانتقال الديمقراطي من برلمان ومجلس أعلى للقضاء وهيئات مستقلة، الآن بالطبع رهانه أن يمسح هذه الطبقة السياسية كليا وأن يخلي الجو لأتباعه. هو مثلا لاحظ أنه يعزل في كثير من الأحيان المسؤولين ولا يعين بسرعة من يملأ الفراغ من سفراء وقناصلة وولات ومديرين عامين للمؤسسات العمومية وغيرها. كذلك الرئيس بالطبع أمامه استحقاق 17 ديسمبر للانتخابات التشريعية
المهزلة في الحقيقة التي لم يترشح في بعض الدوائر أي أحد، وترشح في 10 دوائر واحد فقط، ومطلوب بالطبع أن يصعد إلى البرلمان دون أصوات الناخبين. الرئيس ماضي في مشروعه الشخصي، لا يبالي بمعاناة التونسيين، ويحاول أن يستعمل هذه الخطابات للتغطية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الرئيس قيس سعيد خلافا لكل قادة العالم لم يتوجه في أي مناسبة بخطاب مسؤول ورسمي. طيب يعني على سيرة الخطاب المسؤول والرسمي، عندما يتهم الرئيس المعارضة بالتورط بحرائق الغابات، ترويج المخدرات، التعامل مع المخابرات، العمالة للخارج، أليس واجبا على الرئيس أن يدعو النيابة العمومية لتحقيق شفاف في كل هذه القضايا والاتهامات؟ الرئيس دعا النيابة العمومية، بل أصبح يمارس إثارة القضايا المباشرة ضد المعارضين من خلال وزيرة العدل التي تتولى إثارة القضايا. وأخيرا تم اتهام السيد نزار البهلول من أحد المواقع بزنس نيوز، وهي موقع إلكتروني صحفي، بسبب مقال نشر على الموقع يقيم أعمال الحكومة. بالطبع السيد قيس سعيد كلما اتهم المعارضة يهددها بتفعيل القانون، والأصل أن القانون يطبق آليا ومباشرة على من يزعم أنهم إرهابيون أو يحرضون على قتله أو يمارسون ممارسات خارج القانون، ولكنه لا ينفك عن تحريض القضاة وعن حثهم على أشخاص معينين. منذ 25 جويلية إلى الآن تقريبا كامل الرموز تم استهدافها، من الرئيس الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، مرورا بعميد المحامين عبد الرزاق القيلاني، بصحفيين مثل صالح عطية وعامر عياد، بنواب من ائتلاف الكرامة ومن غيرهم، ووصولا الآن إلى إعلاميين وصحفيين. واليوم تم منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من مغادرة البلاد، وهكذا كل من يعلو. طيب ولكن عن القضاء، أين وصلت معركة قيس سعيد مع القضاء التونسي، وإلى أي مدى نجح باحتوائه والسيطرة على السلطة القضائية؟ إلى حد الآن السيد قيس سعيد يعطل الحركة القضائية التقليدية السنوية للقضاة بسبب إصراره على عزل 57 قاضي أنصفت المحكمة الإدارية أغلبهم وأعطتهم حق استئناف أعمالهم. القضاء إلى حد الآن صامت، وهذا ما لا يريح قيس سعيد، الذي يعتبر بأنه كل من يثير حوله شبهة وتتولى السيدة وزيرة العدل إثارة قضية ضده بالآليات المعلومة يجب أن يبقى رهين الإيقاف أو السجن، وهو يستعجل القضاء بدون مراعاة الزمن القضائي العادي. يعني ولذلك القضاء لا يعجب السيد الرئيس، ولكن نحن نقدر بأن القضاء في أغلبه لحد الآن صامد ومصر على استقلاليته وممارسة دوره في إطار القانون، ولكن المعركة لم تحسم، والهيئة القضائية أو السلطة القضائية عمليا ما زالت تعاني مشاكل كبيرة لتستأنف دورها الذي أعطي لها. طيب. بفضل الثورة وبفضل بطبع المسار الديمقراطي لتونس ما بعد 2011. أعود لواقع الصحافة وحرية الصحافة وما أشرت له أستاذ محمد حول رفع وزيرة العدل ليلى جفال دعوة ضد موقع بزنس نيوز والتهمة نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة. ما خطورة ذلك على حرية الصحافة إذا كان كل وزير لا يعجبه تحليل أو خبر يرفع قضية؟ أصدر السيد قيس سعيد مرسوما وصف بأنه مرسوم ديكتاتوري، وهو مرسوم ترهيبي ضد كل المعارضين وخاصة ضد الصحفيين. هذا المرسوم عدد 54 يتيح أولا إمكانية محاكمة أي واحد بسبب رأيه بتهديد ب5 سنوات سجن، وإذا كان الشخص المستهدف من الوظيفة العمومية ومن هيئات الدولة ترتقي 10 سنوات، كما يتيح للسلطات الأمنية وغيرها
أن تطلع على المعطيات الشخصية وعلى الهواتف والكمبيوترات وكل وسائل وأوعية المعلومات لأي شخص بتهمة إنشان البحث عن جرائم إلكترونية. هذا المرسوم تم نقده والإدانة من جمعيات المجتمع المدني، من نقابة الصحفيين، من الأحزاب، كما تم أيضا نقده في الجلسة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ووجهت أسئلة للحكومة التونسية، وكل المتدخلين اعتبروا أن هذا نيل من حرية الصحافة والتعبير، ونحن متأكدون أن الدكتاتورية لا تتحمل الرأي الآخر. والسيد قيس سعيد كثيرا ما يقول بأنهم أحرار ويتنقلون، وكان ذلك فضلا ومنة منه، والأصل أن هذا مكسب تحقق حتى قبل الثورة وتعزز بعد الثورة. نحن بالطبع صامدون في تونس في جبهة الخلاص الوطني وفي مختلف المواقع دفاعا عن الحريات وعن الديمقراطية وعن دولة يستحقها. سؤالي الأخير أستاذ محمد، بعد ثورة الحرية والكرامة، سؤالي الأخير للعالم، لماذا يتفرج على ما يجري في تونس وخاصة الدول الغربية؟ هل يعجبها واقع الحريات الذي وصل إليه الأمر في تونس؟ أغلب الدول الغربية بالولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي والثمانية الكبار أصدروا بيانات متتالية يعبروا فيها عن قلقهم عن تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، عن انزعاجهم من مسار ما بعد 25 جويلية في علاقة بالحريات وبالديمقراطية. لكن بالطبع الدول العظمى لها مصالحها وترتيباتها، وهي تدعي بأنها تدعم الشعب التونسي باستمرار وتنتقد وضع الحريات. نحن بالطبع لا نستقوي بأحد على بلادنا، نعتبر أن هذا شأن التونسيين بالأساس، ولكن أيضا كل من يسكت عن تدهور حقوق الإنسان وعن هذه الانتهاكات المتكررة التي ستشمل مختلف القطاعات سيدفع الثمن، وأولهم من ساندوا ما سمي بمسار 25 إجويلية سواء من الأحزاب أو من الشخصيات، اليوم يكتوون بنار هذا المسار الانقلابي الذي لم نتردد في مكونات جبهة الخلاص الوطني في نعته بأنه مسار انقلابي، والآن تشتد الأصوات من داخل تونس وخارجها في انتقاد هذه الأوضاع وعدم بالطبع القبول باستمرارها، لأن الشعب التونسي يستحق ديمقراطية أفضل وحكما أفضل. والسيد قيس سعيد بالطبع كما احنا نقول في تونس صار يعني خارج الخزمة، يعني خارج الاعتبارات الدنيا والمقاييس والمعايير في تسيير البلاد، لأنه لا يمكن لرئيس أن يستعدي جزء من شعبه لأنه يعارضه وينعته بتلك النعوت التي وصفت أو كررت بعضها، وإن شاء الله لن يدوم بالطبع هذا الحال. شكرا جزيلا. ويتخلص التونسيون من هذا الخناق الذي يشتد حول ديمقراطيتهم. عضو جبهة الخلاص الوطني سيد محمد القوماني، كنت معي من تونس.